سبع عائلات نجت من موت محقق بعدما انهارت هذه البناية فوق رؤوسهم، ولم يبقى لهم مكان يأوون إليها. البناية المتواجدة بحي المسجد العتيق بوسط مدينة عين الفكران في أم البواقي تعود للحقبة الاستعمارية، وبالرغم من تصنيفها في الخانة الحمراء إلا أن السلطات لم تحرك ساكناً. ما جاو عندنا المسائل، ما جا حتى واحد، واحد لا طلع لنا، المير جا طل هنا ولا عيط لمول المشروع قال له روح زيد هبط الحيط. لهنا الدار هذه راهم ساكنين فيها تقريب سبع عائلات. أنا بغيت نفهم برك كيف عطاوه التسريح بناء هش، كيف عطاوه التسريح باش يزيد يعاود يحفرك 4 مترات في الطريق في الأرض. حطونا هنا كي شغل رانا ذبان، ما نسواوش خلاص، واحد لا جا عندنا واحد لا سقصى. سكان المنطقة عبروا عن استيائهم الشديد للتهميش الذي يعانونه، كما تساءلوا عن مصير جيرانهم. لا غالب ما عندناش لا شاف دايرة ولا وشمو، يشوفوا يديروا له كش ما يديروا له حل، جا السيد هذا كش ما يسكنوه كش ما يديروا له حل تاعو، كيف ما يبقى يطاش به بولاده، عنده ولاد صغار مسكين، هو عائلة مكونة من 6 و 7 أفراد، يشوفوا كيف يعملوا له حل، هذا ما نطلبوه احنا من السلطات المحلية. ويبقى الخطر يحدق ب 14 عائلة بحي المسجد العتيق في ظل غياب السلطات المحلية التي لم تولي أي اهتمام للخطر المحدق بأمن وسلامة السكان.